احنا في العام 2000 انضمينا لمنظمة التجارة العالمية، وهذا كان حلم أن ننضم لهذه المنظمة الدولية، لأن هذه المنظمة الدولية انضمامك إلها يؤهلك إلى الدخول في شراكات مع كبرى اقتصاديات دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا وسنغافور. وسأذكر مثال واحد من أنجح الاتفاقيات اللي تم توقيعها في عهد جلالة الملك عبد الله، هي اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحضور الكريم، صادراتنا بال 99 كانت ما تتجاوز 10 مليون دينار أردني، اليوم احنا بنصدر 2.3 بالعشرة مليار دولار أمريكي لسوق ضخم جدا مثل السوق الأمريكي. لولا وجود هذه الاتفاقية ما استطعنا أن نصدر هذه الأرقام، وأيضا كانت فرصة أن نجذب استثمارات خارجية للاستثمار داخل المملكة للاستفادة من هذه الميزات.